شكرا اولا ورحب بمجيئكم هنا. فيما يخص التحاقي بصديقي وزميلي سرار عبد الحكيم، ما يخفاش لكم انه لعب معايا في الفريق الوطني ودار معايا تربصات عديده ونعرف بعضنا بعض. لما طلب مني باش نكون في لا ليست نتاعو، قلت له يا با بروبليم، نعرف واش كيفاش تخدم ونعرف واش شنو لي زومبيسيون تاعك والاهداف تاعك. وانا نطرح عليكم سؤال، هل احنا راضين بالحاله تاع الكره الوطنيه تاعنا خاصه؟ ما نتكلموش على الفريق الوطني، الفريق الوطني راهو في مشوار سليم، نتمنى له كل النجاح ونعاونوه بكل ما في وسعنا حتى يحقق ان شاء الله الاهداف والنتائج اللي رانا نستنى فيها، وكذلك الجمهور ان شاء الله لا يستنى فيه. على كل حين سرار هو اللي عيط لي، وانا سرير وسعيد بحضوري هنا مع مجموعه سرار.